ورجالات نادي القادسيه انه شككوا بولائك حق نادي القادسيه، هذا يكفيني عليك. انت ليش مستانس؟ هم يشككون انت ليش مستانس؟ ها؟ هم يشككون انت ليش مستانس؟ الكرامه. اوكي شككوا بولائي انا لنادي القادسيه، انت ليش مستانس؟ كرامتك. كرامتي انا، انت ليش مستانس؟ ليش متضايق؟ كرامتي انا، انت ليش متضايق؟ ها يعني راضي على كرامتك. كرامتي وانا كيفي ادري يعني راضي عليه. فهد يمكن يا فهد اسمح لي جمال مبارك وياك. لا لحظه فهد يمكن كلامه غير صحيح اللي شككوا فيك ترى. لحظه ابو خالد انا حتى لو ابيع كرامتي بس انا ما ابيع ديرتي. ها فهد الانصاري لعاشور انا ما ابيع ديرتي. المناوشات كانت بينك وبين حسين عاشور تعترف انها تجاوزت الحدود؟ نعم لان يمكن انا ما سويت شيء على بالي شفته في اكثر من مره يمكن بعد السالفه هذه وابدا ما في بيني وبينه شيء لكن اللي صار في هذا الموضوع انه يعني تحدي وحماس؟ لا مو ما هو تحدي حماس هو طلع برا النطاق هذا اي حتى في الملعب كان في يعني كان هو اداري المفروض انه ما يتعدى المستطيل الاخضر يعني لكن هو تعدى وسب اكثر من لاعب انا اللي حس في خاطري انه كان يحلف بالله انه يعني شيء صراحه انا الصراحه ما ودي اتكلم فيه لكن انه كان يحلف انه يقول انا ما سبيت وما غلط على فلان ولا فلان لكن شيء شفناه في الملعب انا وانا شيء سامعه ومن باب الحق انا كنت داخل المداخله هذه يعني الحق طريق واحد والباطل دائما كان زهوق يعني انا دشيت المداخله هذه عشان سلطان العنزي لانه سب سلطان العنزي ووالده سلطان ووالد سلطان العنزي كان يعالج برا طيب هذا رايك بالاخير فهد اي انا رايي إيه انا احقاقا للحق بس دخلت المداخله هذه لو حسين قاعد يتابعك حسين عاشور الحين شو تقول قلت لك انا مسي عليه بالخير ولا وشفته يمكن في اكثر مره حتى شفته في رحت وانتهى كل شيء اي انتهى بيني وبينه ما في اي شيء طيب ليش بالاساس تكون هالمشاكل لما ينتهي كل شيء ممكن شوي هذا الحماس اذا طلع برا وكان سلبي ممكن يكون في تحدي يكون في شيء ايجابي لو ماشي الموضوع تحدي ما كان راح يكون في مثل